السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جيتكم بواحد القصة، صراحة قصة مؤثرة وصراحة محزنة ولكن خاصني نحكيها لكم صراحة، يعني باش هي فيها ممكن الإنسان يستفاد من شي حاجة ممكن. المهم على كل حال غادي تسمعوها إن شاء الله، الصراحة مؤثرة ولا إله إلا محمد رسول الله. أنا الصراحة أنا هاد القصة هذه يعني عشتها، ولكن ماشي أنا كنت فيها في الداخل. المهم أنا عشتها في واحد اللحظة صراحة، ماشي عشتها بزاف ولكن عشتها في واحد اللحظة، وسمعتها اش اللي وقع، وسمعت وشت دوك الناس اللي وقع عليهم هذا الشيء. يعني الصراحه ما هي داز سنوات هذه وباقا في الذهن ديالي، عمرها ما تحيدت ليا من الذهن ديالي وكنت فكرها دائما سبحان الله العظيم. المهم حبيت انني نشارككم معها، ومهم تاخذوا اللي يقدر الواحد ياخذ منها يعني حتى عبرة او لا، والله ما عرفت اش غادي نقول لكم. مهم شوية قصة محزنة، ونتمنى الله ان شاء الله تتابعوني حتى الاخير وتسمعوا ان شاء الله اشنو وقع. المهم احنا واحد العام، والله ما بقيتش عرفت السنة بالضبط اشنا هي، حنت مدة طويلة هذه شوية، تقريبا شي 10 سنوات، تقريبا 8 سنوات 10 سنوات بحال هكاك، تقريبا بحال هكا تكون 10 سنوات. واحد العام كنا غادين مسافرين، بنمشيو للمغرب، يعني بحالنا بحال الناس غادي للمغرب، غير غادي انا ووليداتي ان شاء الله في الطياره، غاديين غير في الطياره يعني ما غاديش في الطريق. المهم مشينا سافرنا، حنا كيفنا كيف الناس مشينا، تقريبا هذاك العام الى عقلت مشينا من روما، هذاك العام يمكن مشينا من روما. المهم مشينا عادي كيفنا كيف الناس، كاع الناس مسافرين، كنشوف الناس كل شيء يعني عادي، كاع الناس مسافرين، كنتلاقاو مع الناس بزاف ما شاء الله، الطياره عامره بالمسافرين. المهم حنايا كما كتعرفوا كندوزو من الديوانه، كندوزو من داك الباجاج ديالنا، كندوزو كلشي، كلشي دوزنا، كلشي داز مزيان، كلشي هو هذاك، ما شنا حتى شي حاجه، كاع الناس كلشي يعني عاديين، وكاع الناس فرحانين، وكاع الناس داك كاع داكشي اللي شفنا كلشي ما شاء الله فرحان غادي لبلادو، كنكونوا ما شاء الله فرحانين. المهم ركبنا طلعنا للطياره، شدينا كل واحد اللي عنده الرقم ديالو شدو، اللي عنده وليداتو كيديرهم حداه، بالاخص اللي كيكونوا ولادو باقيين صغار كيكونوا حدا كاملين. المهم انا يا جالسه انا ولادي، كنا تقريبا انا ما عقلتش مزيان، كنا تقريبا حنايا وليداتي وانا معاهم، انا تقريبا حنايا ربعه البلايص، ربعه تقريبا لا ربعه البلايص شادينها، وصافي والناس كيطلعوا، الناس كيطلعوا بقات واحد البلاصه خاويه حدايا انا وولادي، بقات بلاصه وحده خاويه حدايا. المهم حتى كيطلعوا الناس كلها كتطلع كاع الناس طالعين، كلشي عادي، كلشي هو هذاك، كاع الناس زعما طالعين باينين فرحانين في وجوههم، باينين مباشرين، باينين واخا كيكون واحد شويه تاع التعب ديال السفر هذا، كيكون عادي يعني ماشي شي حاجه اللي كتحزنك بزاف ولا. المهم انسان ما كيبانش متعوب بزاف، واحد شويه واحد العائله طلعت هي الاخرى، عائله طلعت هي الاخرى، من تكون من اب وام، ومبقاتش عقلت اش عندهم شي ثلاثه الاولاد. كما قلت لكم طلعت واحد العائله هي الاخرى، سبحان الله، ملي ديك العائله كتكون من اب ومن ام ومن اولادهم، معاهم مبقاتش عقلت واش معاهم ثلاثه واش معاهم اربعه، حتى هما مبقاتش عقلت، عندهم شي وحدين شويه كبار وواحد البنت، انا عاقله على واحد البنت وواحد الدري هو الصغير، تكون عنده ديك 10 سنين 11 عام بحال هكاك، بحال هاد الشكل هكا، ما كبرش على هكا،
المهم اللي انا شفت داك الاب طالع وديك الام، داك الاب مسكين كيفاش داير، داك الشعر مسكين عنده طالع الفوق ويعني وعنده ديك اللحيه في شكل ماشي اللحيه اللي كتكون مربينها ولا، هذا غير نايضر ديك اللحيه ومحسنهاش، وداك الشعر مسكين طالع الفوق، وداك الراجل اللون ديالو بحال كتقول جا مسكين جا الكحوله جا بحال هكا بحال مكرفس داك الراجل. كنقول انا يعني الناس اللي كتكون جايه كنقول مع مخي قبل ما نعرف اشنو كاين، كنقول سبحان الله عنش هاد الراجل المسكين وهاد العائله كلها طالعه في شكل يعني هاد الراجل بالاخص الراجل والام، مازال الام دايره حجابها وداك الشيء يعني هي باينه تعبانه وعيانه في وجهها وداك الشيء، ولكن الراجل لا باين مشعكاك، وداك الشعر عنده مسكين طالع الفوق وطويل واللحيه، وعني لا حول ولا قوه الا بالله. قلت مع راسي ما عتمال هذا الراجل المسكين هكا داير بحال هكا، اولا قلت مع خاطري يمكن يكون هو هكا طبعه داير يعني ما عندوش غراض ولا شوف الله اعلم. المهم باين السيد مبدل سبحان الله العظيم. المهم وهاز مسكين واحد سطل ديال داك سميتو ديال العسل، هاز مسكين فيدو وطالع للطياره وشدوا بلايصهم، وداك الدري جا سبحان الله العظيم جا حدانا ولدهم الصغير جا جلس حدانا، في حنت قلت لك كما قلت لكم كانت بلاصه شايطه حدانا، هو مسكين ما عرفت كيفاش. المهم تبديت كنهضر معاه وبديت قلت ليه ما عرفت شنو قلت ليه، هو يقول لي مسكين قال لي قال لي دوك راه انا قال لك ربا وامي وخوتي، وقال لك وجينا قال لك غادي حنا غادي قال لك المغرب، ومسكين هو بدا يعاود لينا قال لينا راه ما كناش غاديين في الطياره، حنا قال لك كنا غاديين في الطوموبيل وكنا غاديين شحال هادي بحال قلت زعما هما كانوا غاديين في الاول تاع 6، حنايا مع تقريبا مشينا تقريبا في الاخر تاع 6 ولا مع في الاول تاع 7، وهما كانوا غاديين في الاول تاع في الايام الاولى تاع 6. المهم قال لك كانوا مساكن قال لك بدا كيعاودينا مسكين قال لنا راه ماشي كنا غاديين في الطياره، قال لك كنا غاديين في الطوموبيل وغاديين في الطريق يعني بغا يمشيو في الطريق من اسبانيا من فرنسا واسبانيا وداك الشيء. المهم هو بدا يعاود لينا مسكين قال لك راه كنا غاديين وهما مازالوا في الطاليان يعني كانوا قال لك كانوا غاديين وشادين لوطوروت وجامعين جامع مسكين هذاك السيد جامع وليداتو كاملين ومرتو كل شيء ومعمرين قال لك معمرين ديك الطوموبيل مساكن بداك الشيء اللي كيديو الناس وداك الشيء وغادين فرحانين وبحال هكا. قال لك مشاو غادي في لوطوروت وما عطاش من بلاصه الحكومه، المهم باقين في الطاليان هما حنت في ما عقلتش ديك المدينه اللي كان قال لي منين هما بحال قلتي في الجنوب تاع الطاليان بحال ماشي حاتنا حنا فين كاينين حنا. المهم قال لك كانوا غادين وغادي في لوطوروت شويه وهي توقفت ليهم الطوموبيل ديالهم كما كنقولوا حنا تبيست ليهم الرويضه تاع الطوموبيل في الوسط ديال اسميتو ديال لوطوروت. اش داروا هما الخطا اللي كيرتكبوه بزاف الناس المسافرين في الطريق، نزل هو وولدو هذاك كان عنده واحد الولد عنده قال لك تقريبا ديك الساعه شي 19 عام اللي كيقول لي هذاك الدري عندهم واحد الولد عنده 19 عام، نزلوا من الطوموبيل بجوج الاب وولدو باش يتعاونوا على ديك الرويضه اولا العجله باش يفهمني كل شيء ديك العجله باش يبدلوها. مساكن قال لك الهوده باش هودو يلا قال لك بغاو يبداو يبدلو فيها، جايه قال لك واحد الطوموبيل حنت ما كتعرفوا لوطوروت راه ما كاين ما خطر منها، خطيره بزاف واحد يوقف فيها ولا يدير فيها شي حاجه راها خطيره بزاف، حتى اللي الله يستر وقف وقعت ليه شي حاجه يحاول يتجنب الطريق ويشوف اللي دوك مكلفين بالطريق او لا واحد يشوف كيفاش يدير باش ما يحاول ما يدخلش الوسط تاع الشانطي تاع الطريق. المهم قال لك دخل مسكين قال لك كما قلت لكم بداو كيبدلوا في الرويضه يلا قال لك ما نقول لك يلا حلوها ولا مازال ما حلوش، المهم كيبدلوا فيها. قال لك وتم جايه شي طوموبيل بسرعه هي عارفه راسها الطريق ديالها ولا طوروت وما كيكونش فيها شي حد،
نهائيا ما كتلقاوش الطرود، لو طرود فيها الرجلين بالاخص هنا سبحان الله العظيم. هنايا مازال عندنا حنا في بلادنا او لا في الدول العربيه، بعض المرات كتلقى في الطرود واحد غادي على رجله، او لا واحد بيقطع شي بهيمه من سميتو. ما يمكنش لو طروس ما كيدخلوش ليها الناس بالراجل نهائيا، ولا بالشكليطات ولا حتى حاجه، ما كتدخل له طروس. الطريق السريع يعني باش كلشي فهمني، الطريق السريع. المهم قال لك مسكين يلاه كما قلت لكم بدا كيبدل في الرويضه، وقال لك تجي شي طوموبيل بالجهد ديالها والضرب. داك الدري ولد 19 سنه مسكين، بضربته بقتل بموته. قال لك مسكين ضربته قتلته في الطريق، ووالديه وامه وخوته كيشوفوا في داك المنظر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني صراحه لهلي كتبع على شي مسلم، خايبه بزاف وعره بزاف ومساكن. قال لك اللي تاني عاودوا تاني رجعوا وداو وجاو اللي يديو الدري داو للسبيطار، ومن السبيطار هما هادوك مساكن عقبو رجعوا للدار ديالهم، وعقبو جلسوا عاوتاني في دارهم وعزوهم الناس وجاو عدهم الناس. ومساكن قال لك داك الدري كيقول لي مسكين، قال لك ماما بات يعني الام ديالو، قال لك مسكينه بات حماق، الله يحسن العوان، والله لهلي كتب على شي حد خايبه بزاف ومات قدامها وتضرب قدامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورجعوا مساكن وعاد تاني غسلوه وكفنوه وداروا له الإجراءات، وعاد باش جابوه مشى معانا مسكين في ديك الطيارة، داروه مسكين داك داوه في هذيك الطيارة اللي حنايا كنا غاديين فيها. قال لينا مسكين هذاك خوه، ها هو قال لك راه غادي معانا دابا، قال لك خويا غادي معانا في الطيارة ميت. كانوا غاديين فرحانين في طوموبيلتهم، وكانوا غاديين سبحان الله العظيم. حنا عارفين ديك الفرحة وعارفين ديك ملي كيكونوا غاديين وكيتمناو بزاف، والدري مسكين كان كيتمنى غادي لبلادو، غادي يعني بغا يدور، غادي يبغي يشوف عائلته، غادي كان حتى هو مسكين فرحان. هذاك اللي مات، الولد اللي مات كان فرحان حتى هو باش يشوف عائلته ويشوف جدوده، لا عنده جدوده. تصدق مسكين غادي في صندوق، وغادي مسكين حتى هو دارو في الطياره معانا مسكين، غادي معانا لا حول ولا قوه الا بالله. وديك الام مسكينه صافي يعني تقطعت منها، ما بقات مسكينه ولات عا كتشوف عا ساكته، والاب مسكين هكاك ومصدومين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويقول لي داك الدري مسكين ما شاء الله عليه، واحد الدري ما شاء الله ناضج تبارك الله عليه ما شاء الله. وقال لي احنا خايفين، قال لك دابا على ماما تمشي عاود تاني للمغرب، وغادي تعاود تاني قال لك غادي تبكي بزاف، وغادي تبكي غادي قال لك خافها، وبابا قال لك خايف عليها لا توقع عليها شي حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه هي الحكايه ديالي الصراحه. ممكن الانسان يستافد انه ما يوقفش في الطرقات، كاع الطريق ماشي غير الطرقات، جميع الطرقان، ما يديروش الناس الامان يوقفوا في الطريق ويبداو يصايبوا في شي حاجه، او ينزلوا ويمشيوا في الشانطي هكا تكون عندهم مثلا ولادهم، ولا يكون احنا الناس كدير بزاف الاخطاء، بزاف الاخطاء كثرة. وهذا هو نتمنى الله ان شاء الله تستافدوا شي حاجه من هذا الفيديو، ولا عجبكم، ولا استفدتوا او لا عجبكم، او لا ما عليكم الا تخلي لنا واحد الكومونتير زوين، بارك الله فيكم، شجعوني. واللي ما مشتركش اشترك معايا، وديروا لنا لايك، وشكرا لكم، وما سمحوا لي اللي طولت عليكم، وشكرا لكم، بارك الله فيكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.